بسم الله الرحمن الرحيم، رجعت لكم تاني في فيديو جديد مع الساعة كاسيو 159W. تمام، نعمل فيديو النهاردة كده تجربة، هنغير لون الساعة للون اسود. اولا الساعة هتتبهدل يعني عشان نبقى على نور، يعني عايز تجرب التجربة دي معايا وتضحي ضحي، انت هتشوف التجربة قدام عينك وهنشوف اذا كان اللون كويس يعني الى حد ما ولا لا. بس انا مش متاح عندي غير لون اسود لامع، الماركة دي اللي هستخدمها، بس الاسود لامع مش مطفي. تمام، المط احلى واجمل، لكن اللامع رخم شوية يعني حسب ما انت عايز. فاحنا نعمل تجربة كده لذيذة ونشوف شكل الساعة في الاخر هيبقى عامل ازاي. اول حاجة احنا هنفك الساعة حتة حتة، نفك الاستيك ده لوحده. تمام، نجيب مفك زي كده رفيع، سنه رفيع او اي حاجة عندك يكون لها سن زي كده. تمام، هنبيتها كده ونسحب السوستة لجوه ونسحب السر لبره، ده نشده لبره وفي نفس الوقت نسحب السوستة دي جوه. تمام، انا مش عايز اطلع نظام العدة عشان انا برضو عايز اوريكم ان الحوار ممكن يتعمل بحاجات البيت، بعدة البيت. تمام كده السوستة طارت، ما علينا، خلي بالنا من حوار السوستة دي، انا بالنسبة لي عندي السوستة بدل السوستة 100 يعني. المهم الناحية التانية برضو نسحب لجوه، هو المفك اللي هو اللي بيفك السد بيبقى زي يعتبر بالنسبة لنا زي مفك الهوبلت كده، بتاع الهوبلت بيبقى مفتوح من هنا، ليه جزء كده النص مفتوح عشان نبيته في السوستة ونسحب. تمام، هنسحب كده، نسحب لجوه ونشد لبره. تمام اهو، انا بسحب بصباعي ده كده بشد لبره وانا بسحب السوستة لجوه. تمام، عشان تسحب معايا وانا بفك كده. احنا فكينا الاوستيك، نركن السوستة بتاعتنا على جنب، ده وده، وهنفك القفل، عايز تسيبه لوحده سيبه، بس انا بفضل ان احنا نفتحه كده ونخليه مستقل عشان السير كله يطلي، ما يبقاش مكان القفل هنا ابيض وبقيت السير اسود. ماشي، ده كده فكينا دول. بعد كده هنفك الساعة، خلي عندنا علبة زي كده نحط فيها الحاجة بتاعتنا، هنحط فيها المسامير، الغطا ده مش هنطليه اسود، لأن حتى لو طلع اسود هيطبع في ايديك بعد كده واللون هيطلع كده كده. ممكن تجيب ساعة كاسيو شعبي وتعمل فيها التجربة دي، او عندك ساعة كاسيو قديمة مبقتش حابب تلبسها وحاسس موديلها بقى قديم، تشوف الفيديو للآخر، عجبتك الساعة بعد الطلاء اعملها. وهنطلع المكنة. تمام كده، نطلع المكنة بالشكل ده ونخليها بره. دلوقتي عايزين اول حاجة نجيب لزق، هو يجي لزق بقى ان شاء الله لزق شفاف زي كده، ونلزقه على الشاشة ونفرغ حواليها، نفرغ حواليها بقطر مشرط اي حاجة بس تكون حامية عشان واحنا بنرش ما نرشش على الازاز. ماشي اهو زي كده وكده، نجيب تاني كده وكده، نجيب تالت كده وكده. تعمل لي زي شغل النقاشة كده، الحتة دي احنا مش عايزين نطليها. بعد ما نعمل كده احنا عايزين نشيل الزيادات دي كلها، هنعمل ايه، قطر او مشرط ونفرغ الأماكن دي. هنمشي كده، بس نقطع مثلا أول حاجة دي كده، بس عايزين حاجة تكون حامية، القطر دوت بارد شوية كده. تمام، وبعد كده كده ونشيل بقى ايه، نشيل الزيادة دي
زي كده، تمام. مش عايزين اي زيادات، هو لو في حاجة أحمى من القطر، والقطر ده سنه بارد شوية. اللي بيخاف على حاجته قوي ما جربش التجربة دي، عشان نبوظ الساعة ويرجع يحاسبني عليا بعد. مش ناقص انا مش عايز اي زيادات على الوش. ثواني كده، احاول اطلع السلاح ايه، استخدم الجزء الحامي منه. مش عايز اسيب زيادات عشان وقت الطلع. مش على الظرف، بايت كده الزيادات كده جوه الازاز الوش، تمام. في ناس كتير بتحب التجارب والتضحيات وبتحب تلعب زيي، من النوع ده اتفرج عليا، مش من النوع ده برضه اتفرج عليا، مفيش اي مشاكل يعني. كده احنا يعتبر كفلنا الوش، لزقناه. دلوقتي احنا نطلع نرش بره. طبعا مش هرش في المحل، انا مش هبهدل المحل. طبعا هنرش دي ودي ودي، هنرش اول حاجة على الوش، وبعد كده هنرش على الظهر، وطبعا هنرش من مسافات بعيدة. هنشوف برا، نكمل رش كده ونرجع لكم تاني. هنوقف الفيديو دلوقتي ونكمل تصوير برا. نكمل بقى الفيديو بعد ما هنرص القطع بتاعتنا بالشكل ده، قطعتين السيرين يعني والاف والظرف بتاعنا. هنرش، بس هنرش من مسافة بعيدة على قد ما نقدر، هنرش من مسافة بعيدة عشان اللون يتوزع كويس، تمام. اضبط الكبيرة كويس. هنسيبه ينشف، هنحط ورقة تحت الحاجة بتاعتنا عشان اللهم صل على النبي، نحط ورقة تحتيها عشان ما يبقاش فيه رملة او اي حاجة تمسك معانا في اللون، تمام. هنرش كده وهنسيبها تنشف في الهواء، اهم حاجة يكون الهواء عندنا ما فيش اي عفرة
او اي تراب او اي حاجه، يكون الهواء نظيف مفيش اي ايه عوامل الهواء، اذا كان تراب اذا كان اي حاجه تمسك في اللون وتبوظ لينا الشغل كله. هنسيبها لمده يعني على قد ما نقدر لحد ما تنشف، يعني 10 دقايق ربع ساعة تاخد راحتها خالص. بعد كده نديها كمان وش، بعد ما نديها كمان وش هنقوم قلبينهم، نقلب القفل ونقلب السرير ونقلب السيرين هما القطعتين بتوع السير، ونديهم كمان رش تمام. وبعد ما نقلبها برضه هندي ايه نظام رشتين، هنستنى شوية كده لحد ما تنشف ونكمل الفيديو سوا. احنا كده يعتبر مثلا استنينا بتاع ربع ساعة، هنديها كمان وش من بعيد زي ما قلتلكم. وهنسيبها برضو تنشف، بس المرة دي نسيبها تنشف أطول شوية، يعني نسيبها بتاع نص ساعة لحد ما تنشف خالص، عشان بعد كده نقلبها على الناحية التانية من غير ما تبصم. يعني احنا لو قلبناها والبخاخ بتاعنا أو الرش اللي احنا رشيناه لسه ما نشفش وجينا نقلبها هتبصم طبعا وهيبقى شكلها مش لطيف، فهنسيبها لمدة طويلة ونرجع لها تاني كمان نص ساعة نقلبها، نتأكد انها نشفت الأول وبعدين نقلبها ونرش الناحية التانية. الجو ليل علينا كالعادة، المهم احنا كل اللي هنعمله دلوقتي هنلمس بصبعنا تمام بالراحة خالص، مفيش أي حاجة، والبصمة بتاعتنا مبصمتش على السير نفسه. هنفك ونقلب السير ونرش الناحية التانية وش، ونستنى شوية نديه وش تاني تمام زي كده، نقلبه الناحية التانية، نلمس كده مفيش أي حاجة عشان مفيش حاجة تبصم. هي لسه طرية لحد ما. والقفل كذلك. نشوف الوش ايه نظامه، لسه عايز ينشف شوية. هنسيبها ربع ساعة تنشف ونرش كمان وش. معلش الجو قليل فالجودة تعبانة شوية. أنا كده يعتبر عدى كمان ربع ساعة، بعديها كمان وش، وده آخر وش هتاخده الساعة معانا، وبعد كده هدخلها جوه عندي في المحل ونشوف لو فيها أي دفعات أو حاجة نعالجها بقلم الدوكو. هنجيب قلم الدوكو بس أسود من أي مكتبة ونعالج أي دفعات موجودة في الساعة، يعني أي خربشة أي زي أي بصمة إيد على الساعة أو غيره. هنرش ونمشي معاها إيه يعني بالعرض كده رايح جاي. هنسيبها كمان ربع ساعة ونشوف، او هنسيبها اكتر من ربع ساعة، هنسيبها المرة دي مثلا قرابة الساعة تنشف خالص براحتها جدا، وبعد كده هناخدها جوه ونعالج اي دفعات موجودة في الساعة. بسم الله الرحمن الرحيم. كده بعد ما جبنا قطع الساعة من بره، ده القفل، بص هو انا شايف الافضل عشان كان احتمال يلزق ان احنا نعلقهم بحاجة، يعني نيجي الحتة اللي مفتوحة دي ونعدي فيها سلك ونعلقها كده تمام. المهم انا عايز انجز لكم في الوقت عشان ايه نركب الساعة
ونشوف وضعها ايه. بص هنا لزق لحد ما. طيب كده احنا مش عايزين دي. نبدأ نركب الساعة. طب هنركبها ازاي؟ هنشيل الأول حاجة الوش اللي هو اللزق اللي احنا عملناه. تمام، أنا آسف على الغواشة اللي بتحصل دي، مش عارف الكشافات ليه بتعمل مع الكاميرا. هنشيل اللزق، بسم الله كده يا رب ما في حاجة تبوظ، لأن والله بصراحة حوار متعب. جاب معايا قلم دوكو عشان لو في اي دفوهات كده موجودة، ده شيء وارد، نعمله ايه بالدوكو. بالراحة عشان ما نخربش الساعة. ده طبعا لزق ابيض زي ما شفناه، بس تحسوه مع الدهان بقى شبه لزق الكهرباء سلوتيب. هو أرخم حتة بصراحة في الطلة الظرف نفسه. تجربة حبيت أجربها معاكم. هنقفل الساعة ونشوف شكلها النهائي ايه برضو. كده شكل الظرف بعد الطلة. تمام، نزق بصوا. انا اي حركة بعملها او كده ببقى عارف او في بالي دايما ان هي زي ما دارت في دماغي اكيد دارت في دماغ غيري، فانا متأكد ان الفكرة دي دارت في دماغ اي حد. حبيت ان افصلكم، انا مش فارقه معايا يعني الساعات دي انا بتاجر فيها. في نفس الوقت انا هعرف ارجعها زي ما كانت. تمام، لكن انت ممكن تضرب لخمه وتبوظ ساعتك. انا دلوقتي هحط الجوان. طبعا احنا ما ضعناش مرشناش الظهر عشان ما تبعش على ايدينا لما نيجي نلبسها. تمام، اي بقى فكرة تخطر في دماغكو عايزين نجربها قولولي، تفهمين يعني اي حاجة حابين ان انا اجربها لكم قولولي وانا ان شاء الله ايه اجربها.
ضربة في دماغي بصراحة. عايز في صنارة عندي كده، عايز اخدها وأعلق الساعة فيها وأنزلها الترعة. يعني من نص الترعة كده لأكتر عمق، بس تقريبا يعني الترعة عامة مش غويطة، يعني بتهيألي أقص يعني أكبر عمق فيها 3 متر، بس هنجرب يعني مش هنخسر حاجة. بالنسبة بقى للون بيطلع ولا ما بيطلعش والكلام ده كله، اهو سير الساعة نمسح كده بأيدينا. تمام، مفيش أي حاجة. ده منظر السير كده، الإضاءة هنا مش حلوة. احنا هنقفل الساعة عامة، هنقفل الساعة ونشوف شكلها النهائي. بص يا باشا، الحتة اللي هيركب فيها القفل دي بتبقى تحت، اللي هيركب فيها القفل ده. كده دي ركبت، هنركب الناحية التانية كلها، بس ايه عشان السوستة اللي راحت ده سوستة بديلة. هي كده السوستة S22. شوف حاجة كده بسن يكون عريض عشان دي سنة رفيعة. الغواشة دي مضايقاني اوي، اللي بتيجي في الكاميرا بسبب الكشافات مش لاقي لها حل بصراحة. لا مش بس 22، هتظبط معاها بس 20. نشوف كده 20 هتيجي عليها ولا لا. يبقى مقاس 18، هي 18. مقاس 18 انه هيظبط على الساعة. تمام، والقفل ده هو القفل الجراية. هو عامة ما كانش ليها لازمة ان احنا نطل القفل لانه كده كده هيبقى مغطي. لان كده كده الناحية دي هي اللي هتبقى الوش، دي لمعتها شايفين كده. دلوقتي انا هلبس الساعة واحاول اصورها لكم كده، ايه تصوير كويس. تمام، نوقف الفيديو، هلبسها واصورها لكم تصوير. رجالة بعد ما خلصنا، الشكل مش لطيف بصراحة، ممكن يكون لعب في السبراي، لعب فيا انا في الرش، بس ما عجبنيش طبعا. مبصمة واللون مش اللي هو يعني. طيب تجربة وعدت، اي بقى اختبار تاني عايزين نجربه لكم في الساعة اجربه لكم. بس حوار الرش، انا تقريبا ما عنديش رش كويس او محترم للرش للساعة، لان عملية الطلا حلوة. يعني انا لو خدتها لورشة الطلا وطلتها اسود انا متهيألي هتطلع بيرفكت. هي المشكلة كلها ان هي الدفوهات دي كلها بسبب الرش بتبصم او غيره.
لكن هي تجربة وعدت من بعيد شكلها شيك، فده يوحي ان هي فعلا لو طلعت كويس هتبقى شكلها لطيف جدا. اتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو، عجبكم الفيديو او ما عجبكوش ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس، واللي عايز اي حاجة اعملها له اكتب لي في التعليق.